عسلامة. عسلامة مرحبا. عسلامة مدام. مرحبا. لاباس عليكم؟ الحمد لله. قدموا لي رواحكم. احنا كوبل من سليمان. بون هبطنا اليوم نعملوا في دورة بحكم ما نخدموش بالسبت. كنا في سيدي بوسعيد برك الله المطر محلية الطقس اليوم وكل هنا في وسط السنتر فيل اخيرا فما مطر الحمد لله يا ربي برسمي ما شاء الله على المطر. هي كانت راغبتي راهو انا نحب نجي لسيدي بوسعيد بحكم الخدمه ما نجمتش كي كان جيت لقيتها فرصه وهو ما قالش لي مرحبا بكم. سينو الموضوع انتم مع او ضد زواج الاقارب؟ احنا ما مع زواج الاقارب كي بداو متفاهمين وكي يكون ما فماش مشكل على الصغار نهار اخر معناتها خاطر فما ديزاناليز تصير وحاجات باش ما يصيرش مشاكل مع الصغار فهمتني. اما احنا مع زواج الاقارب علاش لا؟ انتم اقارب ام مش اقارب؟ اقارب اي صحيح اقارب نعرفوا بعضنا من اللي احنا صغار اما ماناش معناتها قراب لبعضنا من اللي احنا صغار اما ما نقربوش لبعضنا فهمتني معناتها فماش مش بالدم فماش رابط عائلي تعبير مزاجي هذا فهمت اقارب كيفاش ديجا اخوه ماخو اختي زوز اخوات تخذي وزوز اخوات معناه بناتي كي يحكي وخالتهم اكاكا العمومات يقول عمي وخالتي في نفس الوقت اختصار هذا اختصرتوا انتم جوستومون تتعاش التجربه هي كلمه هو احنا مثل انسان تعرفوا خير من ما تعرفوش ديما فهمتني كي نسبنا احنا العائله نلقاو عائله بيه ومحافظه وكذا واحنا نحبوا احنا خاطر الناس نسكنوا في الريف نحبوا الناس محافظين فهمتني ما شاء الله في الجذور اكيد اي اكيد كخذي اختها من الاولى محليه هي محليه الحكايه العائله محليه متربيه متساهلين مو شكل الناس تتشرط وتصعب عليك الحياه فهمتني يحبوا لهنا هكا هكا الحمد لله. ملا كيفاش شفتها اول مره؟ والله شفتها في العرس تاع خويا الخطبة عاد اي في الخطبة وبعد على فكرة انا متعلقة برشا اختي الكبيرة برشا سوا في نوم في خرجات متعلقة برشا وبحكم كي عرست هي خلت عليا بلاصة ديما نمشي لها سي رمزي كان ديما بعد اخوه سي رمزي بحكم انا نمشي لاختي سي رمزي فينيتو حاجة اخرى رمزي متعلق بخوه زادة متعلقت بخويا وباختها وبمرت خويا وبالعائلة الكل يا كيكا الحمد لله الحمد لله يا ربي ونشكر ربي وهذه دعوة امي الصادقة لي دوما اللي هي راجلي رمزي الحمد لله ونحب نقول له نحبك برشا برشا وربي فضلك مانيش حاسة روحي عرست تعرفت عليه حياتي تبدلت والحمد لله تعرفت بدلت للبيهي والحمد لله عملنا ثلاثة صغار طبعا عندنا ثلاثة بنات عندنا ثلاثة بنات شوف ريتني انا نخدم ريتني انا نخدم ياخذ الكارت دي بانك نتاعي ياخذ شهريتي ويعطيني فيدي ما يحكيش على التفاصيل ديما في فمه هوني نحبك ما تستحق الحد هكا هو اما ريت حياتنا اليوميه والتفاصيل والمصاريف اتيود برشا حاجات هو الحق نتاع ربي حتى نعطي يقول لي لا ما نحبكش ما نحبش استوشك فارغ ديما هذه الكلمه نتاعو ما نحبش استوشك فارغ الحمد لله سيبو أنا... لاباس متعشرين والحمد لله الحمد لله يا ربي عندنا شهر احلى نوارات الحمد لله اعز نعمه خرجت منها من الدنيا شهد وشيمة وكنزة حبي يخليهم لك يا رب شكرا بفضلك عايش اختي توا نرجعوا لتالي وين كنا نحكيو خاطر عجبتني حكايتكم ايه اول ما خطب خوك اختها ايه انت عجبتك اكيد اي نهار الخطبه يعني عجبت احنا ما تعرفنا على العائله ونولينا نمشي ونجيو من اول ما تلاقبنا معناتها سيبو تربطت الخيوط وقتها فهمتها اي عملنا العرس الاول وبعد ولينا خممنا في الفيونساي بتاعنا احنا وكملنا عرسنا وسيبو لابس وقت اللي انت تمشي بحدا اختك خاطر متعلقه باختك وهو يمشي بحدا اخوه خاطر متعلق بخوه انتوما اون كوبل وقتها ايش نقول لك احنا كانوا قبل ريت الحوش العربي حاشيك حماتي عندها خمسة أولاد يسكنوا فرد حوش الاحترام محلاهم معناه ما يستحقش مش يجي لدار خوه باش يراني مش يخرج من بيت أمه باش يراني قدامه خاطر أختي عرست معاهم فهمت ونحب نقول حاجة حماتي هو مانيش معارضة أما أكبر خسارة كي توفيت بالحق يرحمها أخرى بالحق دنيا أخرى الله يرحمها وكها كيفاش كانت علاقتك بحماتي؟ حن بالحق ربيتهم على الحن ريت هي تبدا مساعات مريضه ريت باكو دوي نقولوا احنا 10000 باكو دوي يقسموه لخمسه اولاد تفاهم وحن اكاهو اساس العيشه ربيتهم على الحاجه هذه على الحاجه هذيك ريت انا نخدم
ما تستنانيش مستنانيش نمشي نجيب من عندها. إجا شاهد كول ما تخيط إجا شاهد فيما تتصرف ما تستحقش. تحس هي دير في مركب كاملة، ما تخزرش ولا وتقول هذاك نعمل عليه هذاك يلزم هذاك يفهمت هكاكا سبونطاني تتصرف ما تعمل على حد. كوا كوا هذا كوا لبس الحمد لله. قبيليك قلت لي انت تحس روحك ماكش معرسة جملة. علاش نحكي من ناحية المسؤولية من ناحية لهنا هذا لهنا اللي يحكوا عليه هذا يا حمد الله يا ربي ما نوع رمزي مكان راجل اللي عنده عائلة يلزمه يقوم بك يتحمل مسؤولية صحيح بأتم معنى الكلمة. هو هذي علمتونا أمي الريسبونسابيليتي من الصغرى فهمت معناتها تخدم تقضي تمشي تتصرف تخلص ميك تخلص ذوق تقضي تبني بنينا ديار وعملنا وكذا وحكم الخدمة زيادة عندي ريسبونسابيليتي في الخدمة معناتها مشيت في دمي ما نعملش شكون يخدم لي حاجة ولا يقضي لي قضية ولا يعني يلزمني نقضي بروحي ونخدم بروحي والحمد لله لاباس سي بون. عملت المسؤولية بكري؟ أي أكيد أكيد ملي خرجت من القراية معناتها دوبوي صافي لونتون معناتها فهمتني. دونك شنو هو سر نجاح علاقتكم؟ الحب والتفاهم وكنا عديوا لبعضنا ما فماش هكا تخرنين اش بيك ما جبتش تعرف ايش عندي في جيبي تعرف ايش ما فماش وتعرف عندها تخرنين اخر المراه. اي عندها تخرنين اخر. علاش حوايجك جدد ما زلت كي شريت علاش لابس حاجه جديده؟ تليفونك اش بيه فيسبوك غيره اي شويه برشا مش شويه برشا بتبيعها كان ما غيرش على مولا بيتي شو على شكون نغير تاج راسي بتبيعها تاج راسي وكله ديامونت. قولك في الكلام اللي تقول فيه زوجتك عليك نتمنى لك الربي ان شاء الله كان ماكش معرسه ان شاء الله تاخذ راجل كيفي والله عايشك ربي فضلك. رمزي وجودك نادر ما نتصورش غارت عليك غارت حتى على عبيد اللي شبهوا لك. اي بيان سور بالحق والله ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ميرسي بوكو ان شاء الله كنا عدينا معكم باساج بيان عايشك ربي فضلك. جوست نحبكم تنصحوا الازواج هكايا اللي معناها راهو الصبر على بعضكم بيه راهو اليوم عندك غدوه ما عندك تزوجوا فقراء يغنيكم الله. احنا كي عرسنا وانا واحد من الناس خرجت بتسعة ملايين كريدي راهو دون لو طون هذوما بنحكي لك 2008 تسعة ملايين كريدي والحمد لله يا ربي جبت البنيه الاولى جبت البنيه الثانيه وكل مره تزيد حياتي تسهيل ما شاء الله الحمد لله يا ربي بالرسمي الحمد لله الحمد لله وبلادنا فيها الخير وفيها الخدمه واللي يحط راسه ويحب يخدم ويركز راهو ينجح في حياته والله. معناها اليوم في تونس اللي يحب يخدم يخدم يلقى وينجح راهو ولا ما تعملش على الدوله عمل على روحك عمل على مخك عمل على قوتك عمل على ثقافتك عمل على حب العباد ليك وخلي الناس تحبك واعرف كيفاش تعيش حياتك ما عندكش ما تعيشش شد دارك عندك فرهد صغارك ومرتك وديهو هذا هو ان شاء الله ربي يوجه الناس كلها خير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم نخلي لك كلمه الختام. ان شاء الله نراوكم في اعلى المراتب ان شاء الله توليوا شان انترناسيونال وان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله تلقى راجل كيف يا رب وانت ان شاء الله ما دام ما تحبش. ميرسي بوكو اي بون شانس وكهو عايشك ميرسي مدام باي باي.